أهلاً وسهلاً فيكي يا عسل أنت يا قمر، نورتيني والله العظيم. بس معلش يعني مش عاملة حسابي إني في ضيوف وكده. لا لا عادي عادي. ما بدري يا ست هاني، كل ده تأخير. إيه سايبانا كل ده على لحم بطننا في إيه؟ بس يعني إحنا مش قدام الضيوف، مش قدام الضيوف. إيه ده؟ أنا شفتك قبل كده، أنا أعرفها. استني. أنت بتمثلي. استنى أنا لسه شايفاك قريب. أيوه والله شايفاك قريب. استنى هاجي. أنت تهاني. أيوه أنا اللي بمثل تهاني، بس ما جيش حاجة جنب تهاني الحقيقية. أنا بس أنت شبهها بالظبط. أيوه أنا اللي بمثل. يا نهار أسود. يخرب بيتك. مش دولي. أنا مش فاهمة حاجة. هي ايه الحكايه بالظبط يا بنت؟ ما احبكش دلوقتي خالص يعني، هقول لك بعدين. هقول لك بعدين. روح جاي احمل العيال ولا اعمل حاجه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. يا اهلا معلش معلش، احنا اسفين يعني المكان مش قد كده يعني. لا 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 ده حلو قوي. اتفضلي انت واقفه ليه؟ اتفضلي. انا ما بلاش هنا لاحسن، الكرسي ده مهوط. لا لا انا متعوده على الكراسي المهبطه، ما تقلقيش. ايه ده بجد؟ ايوه. عندكم كراسي مهبطه في البيت عادي؟ يعني مش احنا لوحدينا؟ يا اهلا. تشربي ايه؟ اشرب شاي بالقرنفل. انت بتشربي شاي بالقرنفل؟ ايوه موجود. انا بس اصل يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لا موجود حاضر. من عينيا من عينيا. شاي بالقرنفل احلى كوبايه شاي بالقرنفل من عينيا. اختي يعني بيتك حلوة قوي يا تهاني. ربنا يكرمك يا رب، ده من ذوقك. بس للعيال على فكره يعني ملخبطين وكده. لا لا ما عشان كده حلو، تحس ان هو كده عمران بناسه. ربنا يخليكي ويفرح قلبك، ده انت لسانك بينقط عسل والله العظيم. وانت انت هتفرحي قلبك بقى يا تهاني، ما تفرحي بقى يا شيخ. قلبنا؟ ايوه يعني الحمد لله ما قاعدين عايشين. ايوه ماشي عايشين والحمد لله وكل حاجه، بس ساعات كده ربنا بيوقع في طريقنا ناس يعني بيحلوا الدنيا كده في عينينا. كرايه يا استاذه مالك كرفتي على اميره كده ليه؟ ده انت ناس تقولي عايزين نفرح بيكي. ونفرح بيكي ايه يعني؟ هنكفر لو فرحنا بيكي؟ افرحي بقى يا شيخه بقى شويه. هو انا لقيت النصيب اللي هيفرح قلبي وقلت لا؟ نصيبك اللي هيفرح قلبك موجود جنبك وبيعشقك وبيموت فيكي كمان على فكره. ايه ده؟ انت قصدك مين؟ وبعدين في ايه النهارده؟ مالك كده طلعتي لي فجاه في المدرسه وبعدين جيتي هنا البيت وداخله فينا كده كانك كنت عايشه معانا؟ ده انت حتى كانك كنت حافظه طريق البيت. هقولك تقدري تقولي كده شخصيه تهاني اللي انا بمثلها عايشه حياتك بالظبط بكل تفاصيلها. سيك مني انا، خلينا فيكي. انت ايه اللي مش عاجبك في اسامه؟ اسامه مين؟ اسامه السكرتير. هو اسمه اسامه؟ ما علينا، ده مش موضوعنا دلوقتي. ليه رميتي في وشه الدبل؟ بعيد عنك، خنقني. عامل زي القتب كده وكانه طلع لي على ظهري، كل ما تقرب لمين ولا شمال الاقيه في وشي كده بشعره اللي عامل زي القنفد. طب اتخطبتي له ليه تاني من الاول؟ يعني بيني وبينك كده. قولي قولي. انا اقول لك. مكسوفه ليه طيب؟ هو قنفد يعني، بس بصراحه يعني بحس قلبه طيب وشاريني كده وقبل ما احتاجه بلاقيه. سما انت بتقولي ايه؟ هتحتاجي ايه اكتر من كده يعني؟ واحد بيحبك وشريك وبيموت فيكي كمان. على فكره انت محظوظه قوي يا تهاني انك تلاقي حد بيحبك زي اسامه. ولو على اللزقه يا اختي مفيش حد بيلزق بعد الجواز. تفتكري يعني؟ اول مصحف ما حد بيلزق. بس يعني ده انفت انفت انفت. طب والنعمه انا مش مصدقه. لا وكمان بتشربي شاي بالقرنفل. المهم مظبوط. يلا. لا انا مش مصدقه، ده انا كمان بشربه مظبوط، ده اصلا شاي المفضل. عشان تعرفي يا بنتي ان انا بشرب زي بتوع السيما. يا خطوه عزيزه، يا خطوه عزيزه. معلش يا فنانه والله ما خدتيني على مشاني كده، ما لحقتش. لا ده حلو قوي. تعالى يا فقري انت وهو الفنانه امان اللي بنحبها كلنا يا فقري. تعالى سلمه. حبيبي بس عايزين تمثلوا. انتوا اللي عايزين تصوروا معايا مش كده؟ كلنا عايزين نتصور معاك. بس انا عايزه صوره لوحدي. ممكن اطلب منكم طلب؟ ممكن انا اللي اتصور معاكم؟ يا نهار ابيض. طبعا يا نهار ابيض. طبعا كل واحد بعد كده الصوره بقى لوحده يعني. يلا اشوف. انا عايزه ابان، عايزه ابان، عايزه ابان. اضحكوا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.